حالة من الجدل تسبب فيها الفنان المصري أحمد العوضي بعد تصريحاته عن تأييده ضرب الأطفال باعتبار أن ذلك يساهم في خلق رجل حقيقي بحسب تعبيره. وخلال حلوله ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية، العوضي تحدث عن تأييده ضرب الأطفال معتبراً أن ذلك يساهم في خلق الرجل، وعلق قائلاً: الضرب بيطلع رجالة. وتابع العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز حديثه قائلاً: جو النوتي كورنر ده ما يطلعش حاجة، ليسخر بعدها مما يعرف باسم التربية الإيجابية، حيث علق عليها قائلاً: التربية الإيجابية ده كلام كتب وإنشاء. تصريحات العوضي تسببت في جدل كبير لدى الأوساط المعنية بالطفل في مصر وهجم بسببها، وخرجت الإعلامية المصرية ياسمين نور الدين لتهاجم العوضي مؤكدة أنه نجم ويحبه الجمهور، لذلك حينما يخرج ويذكر هذا الكلام يتسبب في مسح كل الحديث الخاص بمنع العنف ضد الأطفال. وأنت ما رأيك في تصريحات العوضي؟